إذن مشاهدينا صباح الخير للجميع. مشاهدي قناة شوف تي في مباشرة من ضواحي قلعة الصراقلة، مشاهدينا معنا واحد السيدة اللي كتهم الجيران ديالها أنهم تكرفسوا عليها وحلوا ليها باب غير قانوني قدام دارها. مشاهدي قناة شوف تي في، فغنخليكم مع هاد السيدة اللي غتحكي لنا معاناتها مع الجيران ديالها اللي كتقول أنهم فتحوا باب غير قانوني. التجأت المسؤولين باش ينصفوها، اليوم التجأت القناة الشعب قناة شوف تي في باش توجه واحد النداء للمسؤولين وكتناشدهم باش ينصفوها من هاد الجيران هادو اللي تكرفسوا عليها كما تدعي. تفضلي لاله احكي لنا على الجيران ديالك، قلتي انهم جاو حلوا واحد الباب غير قانوني، شنو وقع لك معاهم؟ فين وصلتي معاهم؟ الان انتم وصلتوا للمخزن، احكي لنا شنو وقع. السلام عليكم. وصلنا للمخزن ولاني مازال ما اعطوني حتى شي حل. القصة نعاود لكم من الاول، القصة كما هي. اللي احنا كانت عندنا واحد الدار ديالنا وارثينها من با الله يرحمه، وخويا ساكن في جنبها وكنا مخلينها ليه، قلنا ليه رد ليها البال واستفد منها ورد ليها البال هكا. ومؤخرا ديك الدار ديالنا طاح لها الباب وقال لنا خويا اجي ولا بغيتو تركبوا الباب او لا اشنو ندير. قلنا ليه دابا ما عندناش باش نديروا لها الباب، كيسدها باش ما سديتيها ماشي مشكل، الاخ ديالي سدها بالزرق وخلاها صافي بقاتي هكاك. حتى لهاد مؤخرا عاوتاني مؤخرا مشيت تمايا عند خويا تلقيت جيران ديالنا اللي الظهر ديال دارهم جنب الباب ديال دارنا. الظهر ديال دارهم هما اصلا عندهم جوج بيبان رسميين في الواجهه ديالهم، الظهر ديال دارهم حلوا لنا حاشاكم قادوس ديال الكوزينه متلقي في الارض وداروا مكانه ديال الماء، داروا مكانه ديال الماء. فاش دوينا معاهم ما كان شيئا لم يكن صافي. وليت درت مشيت جبت الباب وبغيت نركبه، ملي ركبت الباب قلت خويا انا غنمشي حتى لعند سعادة القايد نقول ليه شو هاد الناس اشنو دايرين لينا باش حيدوا لنا هاد الخبات وهاد التعديات اللي داروا لنا في الزنقه ديالنا وقدام بابنا. مشينا عند القايد قلناها ليه، قال لك واخا انا غندير معاينه ونجي. مني جا القايد لقاهم فاتحين حتى باب فاتحينه من الصالون ديالهم نفس الزنقه عندنا. فجا القايد لقى البيبان حيد لينا البيبان بجوج وداهم وقال لي صافي هادشي اللي كاين. مني وليت كنمشي عند القايد مشيت عند القايد قال لي صافي من بعد وغادي يكون لابد ما غادي يكون شي حل. لقيت هكا غاده جايه فكان شيئا لم يكن، ما استجبش لي الطلب ديالي. بقيت غاده جايه كل مره يقول لي واخا كوني هانيه انا غندير الواجب ديالي. مني طالت المده نيت وصبرت وليت التجأت للعماله، درت شكايه في العماله دفعتها للعماله. داز شهر ما جاني لا ميساج لا حتى شي حاجه. وليت رجعت للعماله سولتهم، مني سولتهم قالوا لي راه الشكايه رديناها لسعادة القايد، غير شوفي سيري عنده شوفي اشنو داير، راه هو غادي يكون عنده التنفيذ. مني مشيت عاود ثاني عنده رجعت عنده، مني رجعت عنده قال لي واخا يكون خير غير كوني هانيه. اللي واش غادي نرجع عندك او لا شنو؟ قال لي كوني هانيه نبغوا نخرجوا غادي نصون عليك. بقيت نتسنى من ما استجبش لي المطلب ديالي وبقى لي ديك الدنيا هكاك مكرفسه والباب مطرق. التجأت لهاد القناه لعله خير، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. كناشد المسؤولين وبالخصوص جلالة الملك الله ينصرو يوقف معايا بالحق. راه هاد الناس ظلموني بزاف وحقروني بزاف وسدوا علينا ديك الدنيا، وراه الا جا شي مفتش شاف الواقع غادي يعرف شنو كاين، والناس كاع ديال القبيله عارفين هذاك الباب ديالنا. هذاك الباب ديالنا راه 60 عام هو كان تمايا، الناس ديال القبيله راه عارفين الواقع كله. وكنتمنى ان شاء الله جلالة الملك ينصرني بالحق ان شاء الله الرحمن الرحيم. راه صراحه دوك الناس تعداو عليا بلا قياس، وناض ليا واحد ولدهم بالخصوص، واحد ولدهم باش لقى فيا الحال، واحد ولدهم حقرني وقال لي انت يتيمه ما عندك الام والاب، ما عندك اللي وقف معاك، راه 30 مليون نعطيها عليك ونزيد نحل البيبان اخرين وانت هاد الباب ما غيتحلش. هنا فين لقى فيا الحال واتجهت لهاد القناه باش تنشر ليا هاد النداء اللي كنوجهو للمسؤولين وبالخصوص لصاحب الجلاله الله ينصرو. كنتمنى ان شاء الله يكون خير من خلال هذه القناه هذه. يعني انت قلتي لي انك مشيتي لعند القايد ووعدك بانه غادي يكون الحل، وعاود مشيتي للعماله قال لك ان احنا رجعنا الرساله البرقيه او الشكايه ديالك للسيد القائد باش يبحث في الموضوع. شحال هذه باش درتي هذه الاجراءات هذه؟ تقريبا اكثر من 3 شهور. اكثر من 3 شهور باقي الحل ما كاينش. غير الشكايه اللي قدمت
العماله راه بقات عند القيد شهر هو شاده، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. اليوم انت بغيتي ترفع، بغيتي تطالبي برفع الضرر يعني يسدوا داك الباب اللي حلوا غير قانوني؟ لا، الباب الباب هما راه سادينهم بجوج، راه سدوا لهم هما الباب، سدوه كما كان وسدوا لينا حتى حنا بابنا، كنا سدوه كما كان، بابنا كان مسدود بالضرب واليد سديته بالضرب. هما كانوا مخرجينو غير هامجي من الصالون ديالهم، كانوا مخرجينو هامجي من الصالون ديالهم، تاهما ولاو سدوه باش ميجو. ولكن في المشكل الاكبر، المشكل الاكبر هو حاشاك في داك القادوس، راه ولا عرفتي ولات ديك الدنيا مكرفصه، راه الا جا شي حد شاف النيت كيعرف النيت بحق القانون، راه بالعالم ديك الساعه غيكون النيت الحكم ديال الصح، والمكانه دايرينها لينا في الارض وفي الزنيقه، راه الدلائل راه عندي، الدلائل راه عندي. يعني القيد سد لكم البيبان بجوج؟ اه، الباب ديالكم والباب ديالهم. الباب ديالنا اللي قانوني والباب ديالهم اللي غير قانوني. دابا فين بقى المشكل؟ المشكل الاكبر البابنا خاصو يرجع لينا، وهذيك الزنيقه خاصها تنظف، عرفتي كي ولات بالخبث كي ولات بالدنيا، وسدوا لينا بابنا بالوسخ، كيرميو لينا الوسخ تما. المشكل في هذاك الباب ديالنا يرجع، والقادوس حاشاك ديال الكوزينه يحيد من تم، لان خاصو يخرج من واجهه صحيحه، والمكانه راه كانت قدام دارهم وجابوها لينا حنايا لعندنا حنا. اذا مشاهدينا كما تابعتوا معنا على المباشر من ضواحي قلعه الصراغنه، هذه السيده بجماعه ولاد سعيد، جماعه ولاد سعيد قياده اقلي ولاد سعيد، مشاهدي قناه شوف تيفي، طبعا دوار ولاد الطراف، اللي كتدعي ان الجيران ديالها تكرفصوا عليها وحلوا لهم باب غير قانوني، مع العلم انه قالت انه الباب ديالهم اللي قانوني تسد من طرف السلطات هو الباب اللي غير قانوني، لكن للاسف كتقول انه باقي الضرر عندها، انهم حلوا لها ربما قادوس ديال، مؤكد مؤكد ماشي ربما، بالعين مؤكد، حلو لكم القادوس ديال الكوزينه للزنقه ومكانه ديال الما داروها في الارض جنب القادوس. اليوم انت كتناجي المسؤولين يقوموا بالواجب ديالهم، يقوموا بالواجب، ما طالبه والو، طالبه غير الحق، ان بابي يرجع ليا وداك الخبث يحيد ليا من الزنقه، راه باغا غير الحق غير العدل. رسالتك واضحة إن شاء الله. فمشاهدينا كما تابعتوا معنا، هذه السيدة كتطالب برفع الضرر اللي لحقها من الجيران ديالها، وكتناشد المسؤولين باش ينصفوها، ونعود لكم مشاهدينا في مباشر آخر في موضوع آخر. إلى اللقاء.